في الحقيقة عجبني بزاف، لأنه لقاء اللي كسر بعض النمطية والكليشيهات اللي كتكون على رجالات ونساء السياسة، وكان لقاء اللي في الحقيقة لقاء مفتوح، كان فيه مساءلة ديالي كمدبرة ثقافية للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وكفنانة مخرجة ممثلة ورفقة الزميل الصديق الأستاذ التعليم الفني والممثل المخرج سعيد عامل، ولكن أيضا رفقة الأستاذ الهلالي. ولكن اللي عجبني ماشي عجبني الحضور والكثافة الحضور والشخصيات البارزة في هذا الحضور والشباب الكبير جدا اللي جاء وحامل يعني الأفكار والمشاريع وتساؤلات. واللي عجبني أيضا هي الصراحة والصدق اللي كان كيطبع اللقاء واللي تحدثنا فيه يعني متدخلين، واللي في الحقيقة كان لقاء مفتوح ديالي، ولكن بغيتو يكون لقاء مفتوح من خلالي أيضا حتى الرواق اللي استضفني، لأن بعض اللحظات الناس يسائلوننا ويسائلون الجهة، فمزيان أنهم يعرفوا بأن كاين هناك إصغاء وكاين هناك أجوبة ويسمعوا يعني. دونك فرحانة بهذا اللقاء، وهذا اللقاء هو حامل بذاته لمشروع فني ثقافي فكري ومجتمعي، ونتمنى إن شاء الله تكون هذه الشراكة إن شاء الله مع جهة الرباط سلا القنيطرة فاعلة، ونديروا لكم لقاء من موراه وتشوفوا الفعالية ديال المشاريع اللي غادي نخدموا عليها. جا من خلال المشاريع اللي كاينه سواء في القاعات المغطاة، يعني بحال دابا كنشوفوا وخاف يعني القاعات يعني المغلقة، وكاين أيضا مشاريع اللي كاينه في القاعات المفتوحة والفضاءات المفتوحة، انخراطها في هذا المعرض يعني بهذه المساحة وبهذا الإشعاع وبهذا لابياج يعني جميل جدا. حضورها أيضا ككلمة وكاستضافة للشخصيات من جميع الميادين كيبين بأنها منفتحة على المجتمع، منفتحة على جميع الفعاليات ديالو، ومنفتحة على الناس الساكنة وعلى كل منطقة ديالها، والجهة هي واسعة بالتضاريس ديالها بالألوان ديالها بالحساسيات ديالها وبالطقوس والتعابير ديالها. فكنظن هذا كيبين بأنها لا تغلق وإنما تفتح الحوار وتفتح يعني المجال للآخر حتى يتدخل بمشاريع وباقتراحات. اللقاء ديال اليوم يندمج في اللقاءات اللي برمجها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة لتنشيط الفضاء الخاص بالجهة في إطار المعرض الدولي للكتاب اللي منعقد في الرباط. اللقاء ديال اليوم كذلك عنده صبغة خاصة، أولا بالضيفة اللي شرفت الفضاء اللي هي الفنانة الكبيرة والمخرجة لطيفة أحرار، واللي حاولنا معها ومع الضيوف اللي حضروا اللقاء ديالنا باش نتحدثوا ماشي بلغة الخشب، نتحدثوا كلام الواقعي والحقيقي اللي كيتناول من جهة المعيقات الفعل الثقافي والفعل الفني في المغرب بصفة عامة وفي جهتنا بالذات، ثم كذلك نتفاعلوا مع من جهة انتظارات المواطنات والمواطنين في مجال الدعم الفني، وكذلك التوجه الجديد اللي حملوه مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة منذ انتخابه، اللي هو التفكير في وضع استراتيجية ثقافية جهوية تجعل من التنوع الذي تعرفه الجهة لا الإثني ولا اللغوي، هناك التمازيغت والعرب، هناك التنوع ديال التضاريس المنطقة في الجبال وفي المنبسط في الواد في على البسيطة، ثم العمران بدون تحمل إرث تاريخي طويل ديال الرباط ديال سلا مثلا، ولا كذلك مناطق اللي كتحمل قوة فلاحية وزراعية كبيرة جدا. إذن هذا التنوع وفي نفس الوقت نقول هذه الخصوصية ديال الجهة، كله ذلك جعلنا في وثيقتنا الثقافية الجهوية نستحضروا الاهتمام بالتراث ديالنا،
نهتم في تنوعه طبعا، وكذلك في انفتاح الشباب على أجيال جديدة من الفن ومن الثقافة ومن الفكر. وهذا التنوع ما بين الأصيل والتراثي وما بين المستقبلي كيعطي غنى وإضافة أخرى، جعلتنا في مجلس الجهان نقرر توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة والتواصل والشباب في شأن دعم الفاعلين الجمعويين في الحقل الثقافي من خلال المشاريع اللي كيعرضوها علينا. هذه المشاريع اللي خصها تنطبق أو تتماشى مع هذه السياسة في خطوطها العارضة، ولكن كذلك تضيف لهذا التجمع السكني بالتنوع دياله، من كنبداو من الخميسات وحنا هابطين للسيدي قاسم، للسيدي سليمان، للقنيطرة، للسلا، للرباط، للتمارة. هذا التنوع البشري، هذا التاريخ المتفاوت في مجاله الجمعوي والثقافي والفني، المتفاوت في مجاله البنية التحتية، المتفاوت من ناحية التنموية، المتفاوت من ناحية المركبات، سواء ارتبط الأمر بالمركبات الثقافية سينمائية ولا مدارس عليا ولا كذلك حتى المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة. إذن هذا التنوع واللي فيه خصوصية هذه الجهة ديالنا واللي فيه هذا النسيج الجمعوي الواسع جدا، وهذا الشيء لمسناه من خلال دوك اللجان اللي كينص عليهم القانون واللي أسسناهم، دوك الهيئات الاستشارية اللي فيها واحد النسيج ما شاء الله من الجمعيات ذات الأهداف المتعددة والمتنوعة، واحد تعطش ديال الشباب للفعل الثقافي والفعل الفني المسرحي الغنائي، هاد التفاعل مع مستجدات الحقل الفني على المستوى العالمي، لأن اليوم العالم لم يعد عنده حدود ولا أسوار ولا جدران، اليوم العالم مفتوح. وهذا الانفتاح ديال العالم إلا ما كانتش العاصمة ديال المغرب اللي هي الرباط بكل المكونات ديال الجهة ما تكونش هذا المتفاعل مع ما يقع في العالم، غيكون مصيبة في المغرب. والمغرب دائما كان منفتح، المغرب كان دائما مرحب بالآخر، المغربي يمكن الوحيد في العالم اللي كل ما جاء سائح كيتكلم الإنجليزية كيتضارب معاه باش يخرج ديك الإنجليزية، كيتذكر بتمازيغ هو ما تيعرفش ويبقى يقول، تيهضر بالعربية الفصحى كيتقاتل معاه، كيضرب المصرية، كيضرب الصبلية، معناه عنده واحد القابلية كبيرة للآخر. وهذه القابلية الآخر مع التنوع السكني اللي كاين في الجهة، لأنه ما نخفيوش على أنه الجهة عرفت واحد الهجرة مكتفى من عدد كبير من الجهات في المغرب، الى ما نقول اليوم كذلك كاين واحد الهجره من جنوب الصحراء اللي اعطت واحد اضافه اخرى. هذه الاضافه الاخرى ممكن الا تكون غنى، وممكن الا تحققنا احلام وليداتنا والشباب ديالنا في غد يحلمون به اليوم، ولكن بغينا يتحقق في أقرب الأوقات. من كان يحلم في جيلنا نحن على أننا سننظم كأس العالم، من كان يحلم في جيلنا على أننا غنوصلوا لنصف نهاية كأس العالم. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.